سيارة شغالة، لفت انتباهه مشاحن 120 ياسين وضع على سائقها حالة من الانتباه والخوف والاستعمال الإشارات النظامية تم توقيف الشاحنة حين تفطن السائق لذلك ليلوذ بالفرار نحو وجهة مجهولة. بعد توقيف الشاحنة وبعد اتخاذ كذلك الإجراءات الاحترازية وتفتيشها تفتيشا دقيقا تم العثور على 8 قطع من الأسلحة المفككة، 6 منهم من الصف الرابع و2 من الصف الخامس. وعمل بتوجيه قائد المجموعة الإقليمية للضرب الوطنية للكويرة وتنشيط عنصر الاستعلام تم توقيف شخصين مشتبه فيهما بجناية نقل وحيازة والمتاجرة بالأسلحة بدون رخصان من السلطة الموحدة. تم تكوين ملف قضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيهم بعد الانتهاء من التحقيق. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.